ونهضركم على ابتكار صناعي. تم اطلاق برنامج هذه 6 شهور ولا اكثر من اجل دعم ابتكار صناعي اللي هو عنده منحه ديال 300 مليون ديال الدرهم سنويا من اجل مواكبه الابتكار في 3 المراحل. المرحله الاولى لكان مبتكر عنده شراكه مع شركه صناعيه، شراكه دوله كتوفر ليه 80% الى سقف مليون ديال الدرهم باش يدير الدراسات ديالو ويحصل على براءه ابتكار. هذا المرحله الاولى. المرحله الثانيه لا بغى يدير النموذج ديالو او الماكيت او البروتوتيب ديالو، دوله كتوفر ليه منحه ديال 60% والحد ديال المنحه هو 400 مليون بعد الملايين ديال الدرهم باش تواكب هذا البروتوتيب. والمرحله الثالثه هي الا بغى يبدا في التصنيع يدير سلسله تصنيع نموذجيه، الدوله كتوفر ليه 30% ديال الاستثمار الى حدود كنهضر غير على المنحه ديال 500 مليون. هذا البرنامج كنشتغلوا عليه، درنا طلب ديال ترشيح البرنامج وطلب مفتوح خلال السنه، توصلنا 250 طلب منها عندهم 57 اللي كيتوفروا على الشروط وباقي مفتوح لعموم المغاربه في المجال في كل المجالات القروي او الحضري. بالنسبه للتحسيس حيت خاصنا تكافؤ الفرص، اللي في المجال القروي ما عندوش نفس الحدود بحال اللي في المجال الحضري، درنا قافله اللي مرات على كل جهات المملكه خلال شهرين باش تحسس بهذا البرنامج وتحسس براءة الاختراع وتحسس بالملكية الصناعية والتجارية.